لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن جرير رحمه الله: قال إبراهيم خليل الرحمن هذا القول حين أسكن إسماعيل وأمه هاجر فيما ذكر مكة، وذكر حديث ابن عباس قرأنا نصفه الأول. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا، يعني نهرا جاريا، عينا ظاهرة تنبع بالماء دون أخر. قال: وقال لها الملك: لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد، فإنما هي عين لشرب ضيفان الله. وقال: إن أبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتا. هذا موضعه. قال: مرت رفقة من جرهم تريد الشام، فرأوا الطير على الجبل، فقالوا: إن هذا الطير لا عائف على ماء، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا. فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة هاجر رضي الله عنها، فأتوها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها، فأذنت لهم. أحبت هاجر ذلك لأنها تحب الأنس. قالت: غير أن لا حق لكم في الماء، يعني الماء لها ولابنها أولا. قال: وأتى عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت، فماتت رضي الله عنها. وتزوج إسماعيل امرأة منهم، فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دل عليه، فلم يجده، ووجد امرأة له فضة غليظة، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء هنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبة بابك، فحولها. وانطلق. فض غليظة لأنها ذكرت من سوء الحال والشدة، وقالت: نحن بشر، غير راضية، نسأل الله العافية. فلما جاء إسماعيل أخبرته، فقال: ذلك أبي وأنت عتبة بابي. فطلقها وتزوج امرأة أخرى منهم. وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل، فلم يجده،
أنه خرج يصطاد خارج الحرم ووجد امرأة له سهلة طليقة، فقال لها: أين زوجك؟ أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى الصيد. قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم. اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم ثلاثا. سبحان الله، ما سألهمش زيادة، لكن البركة في الحاصل. وقال لها: إذا جاء زوجك فأخبريه، قولي: جاء هنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: قد رضيت لك عتبة بابك. فأثبتها. وذلك أنها كانت راضية شاكرة، ترحب بالشيخ الكبير وتقول: نحن بخير، مع أنها الأوضاع نفس الأوضاع التي كانت سابقة أيام المرأة الفظة الغليظة، لكنه الرضا بما رزق الله سبب السعادة والبركة. فلما جاء إسماعيل أخبرته. قال: ثم جاء الثالثة فرفع القواعد من البيت. ساق سندا آخر أحسن إسنادا عن ابن عباس، قال: جاء نبي الله إبراهيم بإسماعيل وهذا، فأضعهما بمكة في موضع زمزم، فلما مضى نادته هاجر: يا إبراهيم، إنما أسألك ثلاث مرات من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس، أسألك ثلاث مرات من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع، يعني في حيوانات التي يكون منها اللبن، ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء. قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. فلما قفل إبراهيم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني من الحزن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني بعد الآية الأولى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كما في رواية البخاري. فلما ظمئ إسماعيل جعل يدحض الأرض بعقبه برفس، فذهبت هاجر حتى علت الصفا، والوادي يومئذ لاخ، يعني عميق، فصعدت الصفا كأن الأتربة دفنت جزء من الجبل. فذهبت هاجر حتى علت الصفا، والوادي يومئذ لاخ، يعني عميق، فصعدت الصفا فأشرفت لتنظر هل ترى شيئا، فلم ترى شيئا، فانحدرت، فبلغت الوادي، أي بين الصفا والمروة، فسعت فيه حتى خرجت منه، يعني سعت في الجزء المنخفض المستوي، فسعت فيه حتى خرجت منه، فأتت المروة. المسافة دي يعني 20 متر ولا حاجة، أو 30 متر. فصعدت فاستشرفت هل ترى شيئا،
فلم تر شيئا، ففعلت ذلك 7 مرات. ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وهو يدحض الأرض بعقبه، وقد نبعت العين وهي زمزم. اختصر الجزء الخاص برؤيتها سماعها أولا صوت جبريل ثم كلامها معه، وأن جبريل هو الذي ضرب الأرض بعقبه، فكأنه جاء في صورة شبيهة بالإنس، وفي رواية بجناح، يعني له جناح أو أجنحة، الله أعلم بعددها في الصورة التي رأته فيها. فنبعت العين فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء بتجمعه، فكلما اجتمع ماء أخذته بقدحها وأفرغته في سقائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها الله: لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة. سائحة يعني نهر جاري. قال: وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة. قال: ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادي. قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء. فجاءوا إلى هاجر فقالوا: إن شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك. قالت: نعم. فكانوا معها حتى شب إسماعيل، وإسماعيل تعلم العربية منهم، وكل ذرية إسماعيل هم العرب المستعربة، مستعربة لأن أباهم لم يكن عربيا إلا باللسان، وأما العرب العاربة فجرهم منهم وكل العرب الذين كانوا قبل إسماعيل، وهم من نسل نوح عليه السلام، نسل سام بن نوح. وماتت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة منهم. قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. ده طبعا لا يلزمه الاستئذان، ولكن من باب تطيب الخاطر، لأن سارة لها شأن عظيم، صبرت معه وهاجرت معه، وهي التي كانت المرأة الوحيدة التي آمنت به، كما كان لوط الرجل الوحيد الذي آمن به من قومه. قال: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر رضي الله عنها، فذهب إلى بيت إسماعيل. ألا ينزل من عجش. فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هاهنا، ذهب يتصيد. وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيد ثم يرجع، إما أن جبريل علمه حدود الحرم، أو أن إبراهيم كان أتى قبل ذلك مرات وعلمه مع نشأته حدود الحرم، والظاهر أنه فعلا قد أتى قبل ذلك، لأنه قال: فلما بلغ معه السعي وقعت واقعة الذبح والفداء. فالظاهر أنها كانت قبل بناء الكعبة، لأنه إنما بنى ذلك بعدما اشتد، والذبح كان عندما بلغ معه السعي. روي أنه كان يأتي بالبراق ولا دليل. فقال إبراهيم، كان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيد ثم يرجع، فقال إبراهيم: هل عندك ضيافة؟
هل عندك طعام أو شراب؟ قالت ليس عندي. وفي عندها طبعا بس يعني حتى تجيب له مية. وما عندي أحد. استغفر الله. فقال إبراهيم إذا جاء زوجك فأقريه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. اللي عنده يقول ما عنديش يبقى إيه؟ يبقى يغير. ها؟ سميت عتبة ليه؟ لأنه يطؤها. لماذا سميت عتبة؟ لأنه يطؤها. اشتراك لفظي. وذهب إبراهيم وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ فقالت جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال فما قال لك؟ قالت قال لي اقرأي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فطلقها وتزوج أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت ذهب يصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله. قال لك هل عندك ضيافة؟ قالت نعم. قال هل عندك خبز أو بر أو تمر أو شعير؟ قالت لا. فجاءت باللحم واللبن فدعا لهما بالبركة. فلو جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله برا وشعيرا وتمرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان لهم حب لدعا لهم فيه. فقالت له انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءت بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر فغسلت شقه الأيسر. يعني هو واقف ساند بس على المقام. والمشهور أن المقام الذي كان يرفع يعني الذي كان إبراهيم يرتفع عليه ليبني البيت. فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ فقالت نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا. فقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسلت رأسه وهذا موضع قدمه على المقام. قال وما قال لك؟ قالت قال لي إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. قال ذاك إبراهيم. فلبث ما شاء الله أن يلبث وأمره الله ببناء البيت فبناه هو وإسماعيل. فلما بناياه قيل أذن في الناس بالحج فجعل لا يمر بقوم إلا قال أيها الناس إنه قد بني لكم بيت فحجوه. فجعل لا يسمعه أحد
صخرة ولا شجرة ولا شيء إلا قال لبيك اللهم لبيك. قال وكان من بين قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبين قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق كذا وكذا عاما لم يحفظ عطاء. ده دليل على انه ما ضبطش موضع الدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.